السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل معاكم كيلو دقيق واحد، كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي. هنعمل ميني بيتزا، هنعمل باتيه بالجبنة، هنعمل كرواسو بالشوكولاتة وبالجبن، هنعمل حاجة جميلة جدا جدا. وكل الكمية اللي انتوا شايفينها دي بكيلو دقيق بس، ما شاء الله النتيجة معانا جميلة جدا جدا جدا. ويا ريت يا ريت نشوف الفيديو للآخر وهيعجبكم جدا بإذن الله. يلا بينا نشوف المكونات ونسمي الله ونصلي على الرسول، وتعالوا كده نسمي الله ونصلي على الحبيب ونشوف المكونات بتاعتنا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. احنا أول حاجة معانا كيلو دقيق زي ما قلنا لكم. هنعمل أول حاجة اختبار للخميرة. معانا نص كوباية أو ربع كوباية مية دافية، هنحط عليهم الخميرة. بسم الله. معانا معلقة ونص خمير، هندوبهم في المية اللي قدامنا دي. ومعانا معلقة سكر، هنحط نصها مع الخميرة والنص التاني هننزل بيه مع الدقيق. وندوبها كويس قوي ونسيبها على جنب لحد ما نشوف الخميرة اللي معانا هتتفاعل مع المية والسكر وهتخمر معانا ولا لا. وهنسيبها مع بعض كده بعد ما نقلبها حلو، وهننزل بالمكونات بتاعتنا على الدقيق خطوة خطوة. وخليكم معانا. معانا الكيلو دي زي ما قلنا، هننزل عليه بنص معلقه ملح، وهننزل بنص كوبايه بنص معلقه السكر اللي احنا بقيناها معانا من الخميره. ومعانا علبتين زبادي بدرجه حراره المطبخ. ودي ما شاء الله الخميرة معانا تفاعلت وتضاعفت جدا. هنقلب كل المكونات دي مع بعض، وهنيجي ونضيف اللبن. وبعد كده لو احتاجنا ميه هتكون طبعا ميه دافيه. زي ما احنا شايفين قدامنا كده هننزل باللبن شويه بشويه. طبعا كل المكونات اللي انت تحطيها على الدقيق بتبقى بدرجة حرارة الغرفة عشان تطلع معاكي الهشة الجميلة اللي احنا عارفينها دي، وهتطلع معاكي نتيجة جميلة بإذن الله. قولنا كيلو دقيق، معلقة سكر كبيرة، اخدنا نصها على الخميرة ونصها في العجين، نص معلقة زيت، نص معلقة ملح، كوبايتين زبادي. وتبدأ تعجني نبدأ نعجن بإيدينا بقى ونعجن باللبن. ولو احتاجنا غير معانا كوباية لبن، لو احتاجت غير كوباية اللبن بتنزلي عليها بمية دافية. هنعجن مع بعض كده وتعجن ايه، هنضيف كل المكونات بتاعتنا كده زي ما احنا ضفناها، وهنعجن مع بعض بقى بايدينا عشان العجينة تتلف معانا كويس. ودي العجينة بعد ما قعدنا نعجن فيها حوالي 7 دقايق، هننزل عليها بمعلقة زيت واحدة، معلقة زيت
وتبدأي بقى تلفي ايه العجينة معاكي اهو زي ما انت شايفة كده، تلفي العجينة معاكي خالص كده عشان تطلع معاكي النتيجة اللي انت عاوزاه، وتسيبها بقى كده في درجة حرارة المطبخ، تغطيها بستريتش وفوط المطبخ او اي فوطة عندك، وتسيبها ايه تخمر بقى لحد حوالي ساعة كده، وبعد كده هنشوفها مع بعض. شايفين ما شاء الله مع بعض العجينة بقت عاملة ازاي؟ جميلة جدا وكده تمام. تعالوا بقى نخرج الهواء منها. بسم الله. ونقطع العجينة دي لأربع كور كبار. ما شاء الله جميلة معانا كده ولينة وجميلة جدا جدا. بسم الله. زي ما انتوا شايفين كده هنقطعها على اربعة وهنعمل مع بعض كده خطوة بخطوة. هنعمل حادق وحلو وهنعمل حاجات جميلة جدا جدا جدا. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده اهو عملناهم الاربع كور، ونسيبهم كده يرتاحوا شوية، مفيش دقيقتين وهنبدأ نشتغل فيهم على طول. تعالوا بقى نشوف الحشو بتاعنا. معانا شوكولاتة، ومعانا فلفل ألوان أحمر وأصفر وأخضر على جبنة، معانا جبنة رومي، معانا لانشون، معانا زيتون هنعمل ميني بيتزا، معانا السمسم، معانا جبنة هنعمل باتيه. هنعمل حاجة جميلة جدا. نتابع الفيديو ونشوف مع بعض، وان شاء الله ان شاء الله ينول اعجابكم باذن الله. خدنا مع بعض اول كورة زي ما انتم شايفين، وهنبدأ نفردها مع بعض. بسم الله. الكورة دي هنعمل بها الميني بيتزا، يبقى اول حاجة معانا الميني بيتزا. نبدأ نفردها بالنشابة. بسم الله. ما شاء الله بعد ما فردناها مع بعض هبدأ اقطعها بالطاسة الصغيرة دي او بالمطبقية اللي معانا دي، هعملها تقطعات صغيرة. لو انت ما عندكيش القطع عايز تعمل نفس الحجم ده اعملي، عايز تعمل اقل شوية ممكن تعملي بكوباية، زي ما تحبي، زي الحجم اي حجم انت عاوزاه ممكن تعملي بيه. انا زي ما انتوا شايفين كده هعمل معاكم اللهم صل على النبي بالمطبقيه دي، وهشوف الحجم بتاعها مناسب جدا وجميل. هنبدا نجيب صينيه تكون الومنيا، صينيه لازم تكون معانا الومنيوم عشان هتخش معانا الفرن، وهنبدا نحط فيها ندهنها سمنه او زيت ونرص فيه، ونقطع كده الميني بيتزا زي ما انتم شايفين. الطريقه دي جميله جدا والعجينه جميله، وهتطلع معاكي عدد كبير العجينه بتاعتنا دي، واللي هيفض منها طبعا مش هنرميه ولا هنعمل، هنلمه تاني ونشكل منه تاني. اهو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله جميله جدا وسمكه حلوه قوي. وكيلو دقيق هنعمل بيه تشكيلات جميلة جدا. هنبدأ نلم العجينة تاني وهنفردها تاني. وعملنا مع بعض زي ما انتم شايفين الميني بيتزا، ودي العدد اللي العجينة طلعته، والمكان ده برضو مش هندخله الفرن كده، هنملاه
اي معجن تاني. هنشوف بس هنعمل ايه في الميني بيتزا الاول. بسم الله. اول حاجه الصلصه بتاعتنا، طبعا احنا عارفين الصلصه دي يعني معلقتين كاتشب ومعلقتين صلصه زي ما انتم شايفين كده. تبداي ايه تفردي كل الصلصه معانا، وبعدين تسيبها ترتاح لحد ما تخمر عشان تطلع ايه معاك النتيجه اللي انت عايزاها. انا هنا هعملها احشيها صلصه بزيتون بفلفل وجبنه شيدر. انت احشيها زي حطي الحشوه بتاعتها زي ما انت عايزه، انا بس بديك الفكره وانت تبدعي فيها زي ما انت عاوزه. جميلة جدا وعجينة جميلة جدا وهتعجبك ان شاء الله، بس ما تحاوليش تخني سمكها قوي لان طبعا هي لسه معانا هتخمر في الصينية. هنحط معانا الفلفل زي ما قلت لكم، ونحط الزيتون ونحط جبنة شيدر. تحفة جدا. هنكمل كده مع بعض. هنكمل كده مع بعض وهوريها لكم. ودي ما شاء الله الكميه خلصت معانا وزي ما انتم شايفين، وهنسيبها تخمر وهنبدا في العجينه الثانيه مع بعض. وده معانا الباتيه اللي محشي جبنه بيضه ومحشي جبنه روبي، هنسيبه برضو يخمر. وتعالوا نشوف الكره الثانيه هنعمل بها ايه. ومعانا الكره دي هنفردها مع بعض مستطيل، وهنسيب سمكها حوالي نص سنتي عشان هتخمر معانا. لازم كل اللي انت عاملاه يرتاح معاكي. هنساوي كده الطروف، طبعا احنا هنشكلهم تاني زي ما قلت لكم. هنقطع كده مربعات كده تمام. هنجيب اول مستطيل معانا كده او مربع معانا، هنحطه على صينية ونشوف هنعمل معاه ايه. ومعانا المستطيل معانا كده زي ما انتم شايفين، هنبدأ نعمل فيه ايه. نقطعه من هنا كده كده، الجهة التانية بالظبط. وهنسيب مكان نحط فيه الحشو بتاعنا ده، هنعمله حلو وحادق. معانا مع بعض الجبنة بتاعتنا بالفلفل الألوان، حشوة جميلة جدا. وهنعمل ايه؟ هنجيب الطرف اليمين مع الطرف الشمال، الطرف اليمين مع الطرف الشمال،
شايفين الجمال؟ احلى فطيره دي ولا ايه؟ اهو زي ما انتوا شايفين كده. نعمل واحده كمان مع بعض، يبقى دي عملناها حادق. نعمل مع بعض الحلو اهي معانا اهي زي ما انتوا شايفين كده. نفردها شويه مع بعض ونبدا نقطع الطرف. وجاي نعشاها مع بعض الشوكولاته اللي معانا. طبعا احنا عارفين ان الشوكولاته دي من عشاق اطفالنا جدا، وزي ما انت عملت بالظبط، طرف اليمين عكس الطرف الشمال. شايفين الجمال؟ جميله جدا، واضح كده. ما شاء الله جميله جدا جدا جدا. يبقى دي معانا بالجبنه والخضار، ودي معانا بالشوكولاته. طبعا لما ترصيها في الصينيه لازم تعلميها عشان تعرفي الحادق من الحلو. ومعانا مع بعض اخر كوره، نبدا نبططها كده زي ما احنا شايفين. والعجينه دي زي ما انتم شايفين هنشكل منها عجينتين، هنشكل منها البوريك هنشوفه مع بعض دلوقتي، وهنشكل معانا الساده هنشوفها مع بعض. البوريك ده عامل زي اللي هنجيب كوبايه ونبدا نقطعها كده. البوريك معانا عامل زي القطايف، شكل القطايف اللي احنا متعودين عليه. هنعمل نصهم سادة ونصهم محشي وهنشوفهم مع بعض. وقطعنا البوريك زي ما انتم شايفين، البوريك ده زي القطايف بالظبط، شكل القطايف مش طعمها طبعا، بس هي يعني زيها في الشكل. وهنبدأ نقفل كده. زي ما انتم شايفين الحشو بتاعتها هيكون لانشون وجبنه شيدر. هتبدا يتقفل معاكي كده اهو زي ما انتم شايفين كده بالظبط. دي اللي هنعملها مع بعض ساده ما شاء الله زي ما انتم شايفين. سمكها معانا حلو، واللي هيطلع منها هنشكله تاني. هنشكلها مع بعض تاني. وده العيش الفينو معانا جميل جدا، هنسيبه يخمر وبعد كده هنحطه في الصينيه الاول الالومنيوم اللي هتخش الفرن او على الصاجه، وبعد كده هنسيبه يخمر قبل ما ندخله الفرن. شايفين ما شاء الله كالو الدقيق عمل كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. بجد فيديو جميل جدا ومعجنات جميله جدا، تستاهل بجد بجد ان انت تجربيها.
اهو ما شاء الله معانا الميني بيتزا، ومعانا الباتيه جبنه رومي وجبنه بيضة، ومعانا كل المعجنات الجميله جدا جدا دي، جميله 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 وتستاهل ان انت تجربي. دلوقتي احنا معانا الصينيه دي يعني خمرت، هبدا الباتيه اعمل ادهن وشها كده بالفرشه بزيت وربات بيضه مع نقطه زيت وكل الكميه اللي معانا دي، وهبدا ادخلهم الفرن ان شاء الله. اهو ما شاء الله معانا، هندهن وشها كلها كده عشان لونها يدي لنا لون جميل جدا. بجد زي ما قلتلك فيديو يستاهل فعلا ان انت تجربيه. وعلى فكرة الحاجات دي تنفع، المعجنات الجميلة دي تنفع جدا في عيد الميلاد، هتلاقيها معاك جميلة جدا وموفرة جدا جدا جدا. طبعا انت ما تشتري الكمية دي كلها في عيد ميلاد او في اي مناسبة ليكي بتبقى باسعار جامدة جدا. الموضوع كله مش هيكلفك حاجة لو انت اللي عملتي. خلصنا مع بعض كده الباتيه، هنبدأ نعمل كل اللي محشي جبنة، هنعمل عليه البيض البيض والزيت كده زي ما انتوا شايفين، واللي محشي شوكولاتة هنحط عليه زيت بس، يعني الجبن واللانشون اي حاجة مالحة يعني حادقة هنحط فيها، هنعمل على وشها البيض والزيت، انما طبعا الشوكولاتة هنكتفي بس بالزيت على الوش. والعيش اللي معانا الصغير ده هنحط عليه سمسم، هنشوف مع بعض كده ودي ما شاء الله معانا النتيجة ما شاء الله جميلة جدا جدا جدا. ده بكيلو دقيق واحد عمل كل الكمية دي، ما شاء الله جميل جدا. البيتزا والباتيه والكرواسون وحاجة ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. ومعنا الحاجات طرية جميلة، طرية جدا جدا جدا، ومعنا باتيه بالجبنة وباتيه بالشوكولاتة جميل جدا. تعالى ما نشوف كمان من جوه اخباره ايه، اهو شايفين شايفين الجمال، الجبنة سايحة جدا وجميلة جدا، وده اللي بالشوكولاتة شايفين شايفين من تحت ومن فوق عامل ازاي. بجد جميل جدا جدا، وزي ما قلت لكم فيديو يستاهل ان انت تجربيه. وده معانا الباتيه جميل جدا، شايفين الجبنه جواه جميله جميله جميله، قطن ما شاء الله شايفين جميل جدا. دي وده كان الفيديو النهارده معانا، يا ريت يعجبكم وينول اعجابكم جميعا. والبيتزا معانا تحفه، والحاجه معانا طريه وجميله، ويا رب يا رب ينول اعجابكم. ما تنسناش في اللايك وشير للفيديو نفسه، واشتراك واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناة. وما شاء الله النتيجة معانا كيلو دقيق، تقومي تجربيه حالا، المقادير كلها موجودة معاك في قلب البيت، ومش هتندمي ابدا ابدا ابدا. وإلى اللقاء فيديو آخر ان شاء الله.